أطلق هذه عبارته الشهيرة: عمران عادت إلى حضن الدولة. لم تعد عمران، ولكن ذهبت الدولة بأكملها. اليوم وبعد 5 سنوات، هل بالإمكان مراجعة المصير الذي آلت إليه عمران وسياسة القائد؟ وما الذي خسره اليمنيون جراء سياسته تلك؟ أهلا بكم. 5 سنوات على الخيانة الأولى، خيانة الجمهورية وتسليم الدولة للإماميين الحوثيين. وقف الرئيس هادي يومها مضللا الرأي المحلي والدولي، وبدا جزءا من مخطط انقلاب لا قائد لجمهورية مهددة بالسقوط. في اليوم ذاته كان اليمنيون يحتشدون في ميدان 70 مشيعين قائد اللواء 310 العميد حميد القشيبي، الذي خانه الجيش والقيادة وتركوه يواجه مصيره وحيدا لقمة سائغة للإماميين الحوثيين. مسلسل تسليم الدولة لم يكن جهدا محليا فحسب. السعودية والإمارات كانتا عنصرين أساسيين في إخراج هذا المسلسل بشكل مباشر. أما الدول الكبرى فيعرف الجميع إنها غضت الطرف عن تلك الأحداث، وكل له أهدافه الضمنية. اليوم وبعد 5 سنوات من انهيار البلد واختطافها، هل يبدو أن اليمنيين استوعبوا الدرس من خلال إدارة معركتهم اليوم ضد الانقلابيين؟ ماذا عن الرياض وأبو ظبي؟ هل استراتيجيتهم اليوم أصبحت مختلفة عما كانت عليه قبل 5 سنوات؟ في 23 من يوليو 2014، زار الرئيس هادي محافظة عمران بعد إسقاطها من قبل ميليشيا الحوثي ب15 يوماً. وفي ظهيرة ذلك اليوم شيع اليمنيون في صنعاء جثمان العميد حميد القشيبي قائد اللواء 310 مدرع. لكي نودي رسالة للشعب اليمني كله بأن الأمن والاستقرار قد حط في عمران. 5 سنوات منذ زيارة هادي باتت كافية اليوم لمراجعة سياسة القائد وتفسير تلك العبارة الشهيرة التي أطلقها أنذاك. ما حدث في عمران فسر حينها بأمرين اثنين لا ثالث لهما، إما العجز أو الخيانة، وهو ما جعل اليمنيين يدفعون أثمانه حتى اللحظة غياب القائد. تغاضي الرئيس هادي والجيش حينها عما يحدث في عمران لم يكن واضحا ولا مبررا. شهادات الضباط لاحقا أكدت أن قيادة وزارة الدفاع لم تقدم أي إسناد معنوي أو دعم عسكري، رغم الطلبات التي تم رفعها من اللواء الذي تم حصاره لأكثر من 3 أشهر. ترك اللواء 310 يلاقي مصيره المحتوم. وزير الدفاع أنذاك اللواء محمد ناصر أحمد كان أبرز المتواطئين مع ميليشيا الحوثي، غير أن الأصوات حينها ارتدت إلى صدر الرئيس هادي المسؤول الأول عن الخيانات التي حدثت في ذلك الوقت. فقد كان الجيش والطيران بيد الرئيس هادي، لكنه بدلا من استخدام عصا الدولة ذهب بعد سقوط عمران ليعلن عودتها إلى حضن الدولة ويهدي ميليشيا الحوثي سلاح قهر اليمنيين. وصفت الزيارة حينها بالضربة الاستباقية للإصلاح ومحسن، وكانت رسائل قوية للداخل والخارج. 5 سنوات على الخيانة الأولى كان سقوطها درسا بالغ القسوة، لكن من الواضح أن الجميع أخفق في 5 سنوات من الاستفادة مما حدث، ولا يزال اليمنيون يدفعون ثمن تلك اللحظة حتى اليوم. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا هنا في الاستوديو عضو مجلس النواب الأستاذ عبد الكريم الأسلمي، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. بداية مساء الخير أستاذ عبد الكريم. مساء النور. أهلا بك. كل المشاهدين. أهلا بك. إذن 5 سنوات على سقوط عمران، 5 سنوات على الخيانة الجماعية للجمهورية كما يقال، ما الذي يمكن قوله في مثل هذا اليوم؟ ما يمكن قوله هو الكثير حقيقة. توصيف ما حصل في عمران هو خيانة هي الحقيقة. نحن نعرف جميعا أن الحوثي لم يستطع أن يتحرك من صعدة ويصل إلى صنعاء ويصل حتى إلى عدن إلا بالخيانات. كان دائما يعتمد على موضوع الخيانة لتسهيل تقدمه، لم يكن يحصل على مقاومة حقيقية أبدا. كان الخونة دائما هم من يفتحون له الأبواب. الخيانة التي حصلت في عمران هي كانت أكبر خيانة حقيقة. كان السد المنيع وحجر العثرة أمام الحوثيين هو اللواء 310 في عمران وقائده الشهيد حميد القشيبي رحمة الله عليه، ووقف وقفة حقيقية في وجه الحوثي وأطماعه، ولم يستطع أن يعملوا أمامه شيء إلا بالخيانة.
تآمر عليه الجميع، لم يتركه أحد يعني بدون تآمر عليه. وفي النهاية لأنه كان وحيدا وقطع عنه كل الإمداد وقطع عنه كل ما يمكن أن يساعده، وبواسطة رئاسية للأسف الشديد يعني هي التي تدخلت وأبرمت الصلح، وتم نقضها بعد ساعات مباشرة، وقتل هو وجنوده واستشهد بعد ذلك. أنا سأتكلم في هذه النقطة في يعني عن قضية التداعيات التي نتجت عن هذه الخيانة الكبرى. نعرف جميعا أن سقوط صنعاء لم يكن إلا نتيجة من نتائج سقوط عمران، كانت هي نتيجة طبيعية ومنطقية. الجمهورية سقطت حقيقة يوم سقطت عمران وسقط القشيبي وسقط اللواء 310 مدرع، سقطت الجمهورية تماما. الشعب دخل في مرحلة التيه والتشرد واللجوء والنزوح من يومها بدأ الشعب في هذا. مؤسسات الدولة جميعا بدأت تنهار بعد هذه الحادثة، الاقتصاد اليمني بدأ ينهار، الحكومة نفسها خلاص انتهت وتوقفت جميع ما تقدمه من خدمات. يوم أسود بمعنى الكلمة كان هذا اليوم، يوم سقوط عمران. تبعه طبعا دخول اليمن تحت مظلة الأمم المتحدة والبند السابع، ودخول التحالف على الخط، ومسك كل أمور اليمن الداخلية والخارجية سواء عبر التحالف وإلا عبر الإيرانيين يعني عبر الحوثيين. أصبح اليمن مرهون للخارج، كل هذا نتيجة سقوط عمران. أصبحت منظمات الإغاثة هي المتحكمة الآن في اليمنيين، ويعني تقطر لهم بالقطارة يعني الغذاء، وهي تنهب من ورائهم الملايين بسبب سقوط عمران. الجميع الآن السياسيين والقادة والعسكريين يعيشون التيه والنزوح بسبب سقوط عمران، وبالتالي كانت سقوط عمران يعني كارثة حقيقية على الشعب اليمني، وأعتقد لا توازيها أي كارثة يعني. إذن في مثل هذا اليوم ذهب الرئيس هادي وقال عبارته الشهيرة: عمران عادت إلى حضن الدولة. برأيك ما هي دوافع الرئيس لقول هذا الكلام في مثل هذا اليوم الذي شيع فيه القشيب؟ أنا حقيقة لا أعرف دوافعه، ولكن أنا عندي له أسئلة كثيرة ويسألها كثير من الناس يعني لهادي. نعرف جميعا أنه هو من أصدر الأوامر للسلفيين في صعدة بالاستسلام والخروج وتسليم صعدة للحوثيين، لماذا فعل هذا لا نعرف. نعرف جميعا أنه كان دائما يرسل الوساطات الرئاسية عند كل تعثر للحوثيين، وبعد الوساطات الرئاسية يتقدمون مباشرة، لماذا يفعل هذا لم نعرف. نعرف جميعا الآن أنه ذهب إلى صعدة في يوم تشييع الشهيد القشيبي وقال أن عمران عادت إلى حضن الجمهورية، ولم نعرف لماذا قال هذا. نعرف جميعا أنه كان جميع القادة العسكريين يتصلون به، أو عدد كبير جدا من قادة الألوية، ويريدون فقط توجيهات منه كقائد عسكري لهم أن يقفوا في وجه الحوثي ويقاتلوه، ويرفض تماما كان أن يرد عليهم. نعرف جميعا أنه لم يعقد أي اجتماع أمني أو عسكري لقادته العسكريين من أجل أن يناقش موضوع التصدي لهم، لماذا عمل هذا؟ نعرف جميعا أنه قبل بدخول الحوثيين وكان يرفض تماما إعطاء أي توجيهات لمواجهتهم بحجة عدم الدخول في حرب عبثية. نعرف جميعا أنه قام بعزل المقدشي من قيادة المنطقة وعين الحاوري المتعاون مع الحوثيين في لحظة دخولهم إلى صنعاء. نعرف جميعا أنه هو من أرسل وزير الدفاع لاستقبال أبو علي الحاكم والحوثيين وهم داخلين في همدان. كل هذه الأسئلة لابد أن توجه إلى هذا الرجل، ويجب من حقنا كشعب أن يجيب عليها ونعرف دوافعه الحقيقية. نعرف إلى الآن بأنه ما زال هو الرئيس وما زال هو القائد،
ولا يقوم بأي دور على الإطلاق لقيادة المعركة. نعم سنتحدث عن هذه النقطة أستاذ عبد الكريم، ولكن عند ذكرك لوزارة الدفاع ووزير الدفاع محمد ناصر أحمد والذي كان دوره مستغربا ومستنكرا أيضا، هل يعقل أن تلتزم وزارة الدفاع الحياد في لحظة مواجهة جيش الدولة معسكرات الدولة مع جماعة انقلابية تود السيطرة، وكأنه وكان يعني وهناك من كانوا يسوقون هذه الفكرة أن المعركة لم تكن بين جيش وجماعة ميليشياوية بقدر ما كانت بين جماعتين اختلفتا؟ نعم، الحقيقة أن موقف وزير الدفاع عند قراءة الصورة في إطارها العام هو منسجم تماما مع موقف القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو تحدى أن يكون هذا الموقف صادر من عن ذات نفسه، وإنما قال أنه كان يتحرك بتوجيهات عليا وبأوامر عليا وينفذ توجيهات قيادته، وبالتالي فتحركاته هي طبيعية ومنطقية في إطار توجه قيادته العليا، وأنا شخصيا لا ألومه طالما وأن القائد الأعلى هو الذي كان يوجهه بالتزام الحياد، هو يوجهه بمقابلتهم وبالتنسيق معهم، هو من كان يوجهه بعدم إرسال دعم للألوية أو الجهات التي كانت تحاول أن تتصدى للحوثيين، وبالتالي الخيانة كانت حجمها كبير جدا وعلى أعلى المستويات حقيقة، وبالتالي لا نستطيع أن نأخذ من هو أدنى في المسؤولية ونحاسبه، المسؤولية توجه والحساب إلى من هو أعلى منه، وهو معروف يعني من هو القائد الأعلى في هذه الحالة. إذن من خلال إدارة الحرب منذ 5 سنوات أستاذ عبد الكريم، هل ترى أن قيادة الشرعية والأحزاب السياسية والنخب تعلمت الدرس أم أن الوضع ربما أسوأ مما كان عليه؟ طبعا الحوثي لم يصل إلى صنعاء إلا بسبب عوامل كثيرة جدا، يعني حقيقة يعني أحاول أن ألخصها بشكل سريع. أولا استفاد من موضوع رغبة الرئيس صالح في قضية الانتقام ممن ثاروا عليه، استفاد من هذا الجانب فائدة كبيرة جدا، استفاد من تخاذل القيادة السياسية الموجودة والقيادة العسكرية في عدم مواجهته، استفاد من قضية ضعف الأحزاب السياسية وقادة الأحزاب السياسيين الذي كان يجب أن يكون لهم دور قوي، بل وصل أنه بعض قادة الأحزاب السياسية إلى التواطؤ التام والتماهي تماما مع حركة الحوثي، وطرح الموضوع كأنه صراع بين جماعتين فقط، وأنه هناك جماعة فتية قادمة ضد جماعة قديمة يجب وهي ممسكة أو متجذرة في أركان الدولة ويجب إزاحتها، وصوروا الموضوع بهذه الطريقة عن طريق الكيد السياسي، وبالتالي الأحزاب السياسية وقادتها للأسف الشديد كانوا جزء من المشكلة، وكانوا جزء أيضا سواء شعروا أو لم يشعروا، يعني كانوا أحد أسباب سقوط الجمهورية واليمن في يد الحوثي. إذن يعني برأيك أستاذ عبد الكريم، كل هذه المعطيات التي كانت واضحة والتي كانت يعني تقرأ نفسها إن صح لي القول بأن الحوثي يمتد ويمتد ويمتد وهو قادم إلى صنعاء لا محالة، يعني الناس ربما في تلك اللحظة كانوا ينتظروا موقف من القيادة، هذا الموقف لم يأتي، هل ما زال الناس يعلقون مالهم على هذه القيادة التي خذلتهم في لحظة حاسمة كسقوط عمران ثم صنعاء؟ للأسف الشديد أنا من خلال ما ألمس أن الناس فقدت الأمل تماما في قيادتها الحالية، سواء في القيادة السياسية أو القيادة العسكرية، بأنها ممكن أن تعمل شيء، والخمس السنوات الماضية التي انقضت يعني أثبتت هذا الكلام. القيادة للأسف الشديد يعني هي كانت أيضا من الأسباب الأساسية والرئيسية في أن الحوثي دخل وتمكن، أداءها أثناء الحرب وأثناء دخول الحوثي كان واضح، أداءها أيضا فيما بعد واضح جدا بأنه لا يمكن لهذه القيادة أن تعمل شيء، ولا يمكن للمواطن أو لليمنيين أن يعولوا عليها لتعمل شيء، وحقيقة التعويل عليها
يعني كمن يعول يعني على السراب وعلى شيء غير موجود، وسنظل نغالط أنفسنا حقيقة. يعني الناس فاهمين الآن الحقيقة، فاهمين أن هذه القيادة لا يمكن أن توصلنا إلى طريق. البعض يقول أنها ضعيفة وحسنة النية، والبعض يقول حتى أنها متآمرة وكانت يعني هي من يعني مشتركة في هذا الموضوع. هو حقيقة كل شيء سينكشف في وقته، لكن في كل الحالتين لا أمل أمام المواطن. يعني سواء القيادة ضعيفة، هذه يجب إذا القيادة ضعيفة أن تنحى جانبا من ممكن أن ينحيها أستاذ عبد الكريم؟ يعني بلد مختطف، بلد أمره ليس بيد قادته كما هو معروف، الناس ربما الآن بالذات من هم في الداخل مشغولون بلقمة العيش أو بالخوف من المحتل الجديد أو الحاكم الجديد بطشة، سواء في الشمال أو في الجنوب. ما الذي بيدهم؟ أنا أعول كثيرا على موضوع الجيش الوطني. الجيش الوطني هو ما زال الأمل الوحيد أمام الشعب اليمني إذا أعاد ترتيب أوراقه، ويعني وحقيقة فيه قيادات وعناصره يعني كثير. نعم أنا أتفق معك، خاصة يعني من يظل في الميدان رغم شحة الموارد ورغم انقطاع الرواتب ورغم كثير من المعاناة التي يعانونها، وقد ناقشنا كثير من المعاناة، ربما نعرف تماما ما الذي يعانيها الجيش الوطني، لكن جيش كهذا لا يدعم، لا يجد من يقف أمامه، رغم يعني بعض الألوية لديها قيادات رائعة متواجدة معها في الميدان تحاول، ولكن نعلم تماما يعني طالما السماء مكشوفة وقد ضرب الجيش الوطني أكثر من مرة من التحالف شيء لا يستطيع نكرانه أحد، فكيف يمكن لهذا الجيش التصرف؟ رغم كل الظروف التي ذكرتيها، لكن الأمل الوحيد ما زال هو الجيش الوطني مهما كان. يستطيع الجيش الوطني هو فقط يحتاج إلى غطاء من القيادة السياسية التابع لها. للأسف الشديد ما زالت القيادة السياسية هي العائق والعثرة أمامه، هي اللي تمنعه من التقدم، هي الذي لا تصدر له أوامر. وإذا حصل أن بعض القادة يعني تقدموا، وحصل وأنا أعرف هذا الكلام، تصدر لهم الأوامر بالتوقف، وإذا لم يتوقفوا هناك غرفة عمليات مشتركة تصدر أوامر لضربهم، لكن لن يستطيعوا في النهاية. في النهاية أنا أتوقع أنه لابد أن يفرز الميدان قيادته، هذا شيء حتمي لابد منه، سيأخذ الموضوع مدى، لكن في النهاية هكذا طبيعة الصراع. ما يجري الآن يعني هناك في محاولة لتصفية الشرعية للأسف، لخلق واقع جديد على أرض اليمن عن طريق خلق عدة فئات متصارعة يعني إلى 4 أجنحة وكل جناح عسكري مسلح. ستأخذ العملية تفاعلها إلى فترة معينة، وأنا أتوقع أن يفرز الميدان قيادته. وحركة الحوثي حركة غير قابلة للحياة، سواء بأفكارها، سواء بأسلوبها، سواء بعقيدتها، سواء بإيديولوجيتها، لا يمكن أن تعيش في ظل المجتمع اليمني إطلاقا. هي حركة عنفية تقوم على يعني أفكار عنصرية غير قابلة للعيش في المجتمع اليمني نهائيا، وهي محكومة بالفناء. لكن الفناء سيأخذ وقت، وسيكون الثمن حقيقة فادح. يعني الشعب اليمني مستعد يقاومها، لكن للأسف الشديد هناك عوائق كبيرة جدا، سواء من ذاتية عبر قيادته سواء كانت ضعيفة أو متآمرة، وسواء من الدول الإقليمية يتمثل عائق كبير جدا، أو حتى من المجتمع الدولي سواء كمنظمات أو كأمم متحدة أو كدول عظمى، كل له أهدافه في اليمن، ويحاول أن يمنع اليمنيين من حسم معركتهم مع هذه الحركة الإنقلابية الظلمية. إذن كيف تقيم موقف الرياض وأبوظبي قبل 5 سنوات أبان الانقلاب، وكذلك نتحدث عن تلك الفترة ثم نتحدث عن الفترة الآن؟ أنا دائما عندما أقيم موقف الرياض أو أبوظبي سواء اليوم ولا قبل 5 سنوات، أقيم ما هي نظرتهم لليمن. يعني أنا أنظر ما أساس صانع القرار هناك، يعني عندما يصنع قراره بالنسبة لليمن هو ما هي الاستراتيجية التي اعتمدها؟ هل يرى في اليمن حليف وصديق وأخ ويعني عمق استراتيجي له، أم يراه منافس بل حتى أحيانا عدو؟ من هنا أستطيع أقيم حقيقة ما لمسناه من الفترة الماضية، أن العاصمتين لا يرون في اليمن
أنه حليف حقيقي وأنه يعني وأنهم في معركة واحدة، ينظروا له أنه منافس وحتى ممكن أيضا كعدو، ويبنون على هذا استراتيجيتهم، وكل دولة تسعى في هذا الجانب. وبالتالي أنا في اعتقادي أن استراتيجيتهم قبل 5 سنوات وإلى اليوم هي نفسها لم تتغير، ما زالوا هم لا يريدون أي حسم في اليمن، هم فقط يديرون المعركة الآن، فقط يديرون المعركة، يعملون على إفراغ. هل ما زال هناك معركة؟ اسمح لي يعني أن أستمع لإجابتك، ولكن بعد أن ينضم إلينا العميد حسين العمري الخبير العسكري من برلين. مساء الخير سيادة العميد. أهلا وسهلا، مساء الخير أخت آسيا. أهلا بك. إذن 5 سنوات على سقوط عمران وخيانة الجمهورية، سيادة العميد، من يتحمل مسؤولية ما حدث في عمران قبل 5 سنوات؟ أولا دعيني أخت آسيا أشكر قناة بلقيس على الاستضافة عبر الهاتف، وأشكر شخصك الكريم، والشكر موصول لكل العاملين، وأحيي مشاهد قناة بلقيس الأكارم، والتحية موصولة لضيفكم الكريم في الاستوديو معالي الأخ الأستاذ عبد الكريم الأسلمي عضو مجلس النواب. وبالعودة للإجابة على هذا السؤال، طبعا أنا أترفع ولا أقول خيانة، وإنما أقول تخاذل وتهاون، كان هناك تهاون وتخاذل إلى درجة لا ترقى إلى 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 مستوى الخيانة، لكن هي نتيجة المماحكات السياسية بين ما كان يسمى بأحزاب اللقاء المشترك، والتي كانت تضم عدة أحزاب يمنية على رأسها حزب الإصلاح اليمني، وبين الحزب الذي كان في الحكم حزب المؤتمر الشعبي العام، وبعض الأحزاب الصغيرة يعني مثل البعث وغيرها من الأحزاب التي تحالفت معه ضد أحزاب اللقاء المشترك. هذه المماحكات مع الأسف المماحكات السياسية خرجت عن حدها وخرجت عن التنافس السياسي، وصلت إلى ذروتها لدرجة كسر العظم والتصادم وتصفية الحسابات، نتج عنها سقوط مركز الدماج في الدرجة الأولى قبل أن نوصل إلى 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 عمران. نعم. هي بدأت في دماج، وسقط المركز السلفي في دماج، ومن ثم أتت العصيمات وخمر، سقطت بأيدي الميليشيا الحوثية والتي كانت للمماحكات السياسية الفضل الكبير لصالح الميليشيات. نعم، لكن ألا تجد أن هذا التفسير هو ذاته التفسير الذي كان يقال تلك الفترة، أن المعركة هي حزبية بين طرفين لا علاقة للدولة بها، هل هذا التبرير يصدق الآن؟ أخت آسيا، أنا أقول لك أنه بعد ما حصل من خروج الرئيس السابق علي عبد الله صالح، كنا في مرحلة لا دولة. نعم. وتعرفي ما شاب المرحلة من إشكاليات كبيرة، فمن استلم العلم لم يكن هو يستلم دولة، استلم علم لكنه لم يستلم حقيقة الأمر، قيادة القوات المسلحة ممثلة بوزارة الدفاع وبعلويتها، والتي كانت تعد الجيش اليمني كان يعد رابع جيش في المنطقة. طبعا هذه المماحكات السياسية نتج عنها أنها صبت في بوتقة الحوثيين، وأستطاعوا أنهم يوصلوا إلى منطقة متاخمة لعمران. طبعا عمران كان فيها معسكر القشلة الذي يتمركز فيها اللواء 310 مدعم بقيادة الشهيد اللواء الرفيع حميد القشيبي رحمة الله عليه، والذي كان يحسب على الفرقة الأولى مدرة، يعني المنظور كان ينظر إلى اللواء 310 أنه محسوب على الفرقة الأولى مدرة، وهذه كان هذا اللواء كان يعتبر اللواء الأسطورة والأقوى من حيث الأعداد والتدريب والتجهيز، وكان بمثابة صمام أمان للبوابة الشمالية للعاصمة في وجه تمدد الميليشيات الحوثية القادمة من شمال الشمال كروف مران. لكن مع الأسف الكل تآمر أو تخاذل أو تهاون بأن أتاحوا الفرصة للميليشيات أن تقضي على هذا اللواء وقائده الذي كان يقاتلهم بعقيدة معروفة للجميع بأن القشيبي كان حتى قبل حرب عمران كان يقاتل هذه الميليشيات في الحروب الستة. طبعا أختي العزيزة، الحوثي كان لديه مخطط لم يكتشفوه مع الأسف، لم تكتشفه الشرعية الجديدة ممثلة بفخامة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي، ولم تكتشفه الأحزاب في اللقاء المشترك، ولا اكتشفوه أيضا حتى في المؤتمر الشعبي العام ومن إليهم من الأحزاب الأخرى. استطاع أن يوهم الرئيس بأن هذه الألوية
هي خارجة عن إطار قيادتك، وهي خارجة عن إطار هياكل تنظيم وزارة الدفاع، وهي تعتبر جناح مسلح لحزب الأخوان المسلمين، وهذا الحزب هو يعني سيكون يعني حجر عثرة في أن تصبح رئيسا حقيقيا على اليمن كله، واستطاع أن يقنع ولو مؤقتا فخامة الأخ الرئيس بأن هذه فعلا الحوثي يمثل شريكا فعالا للقضاء على الأجنحة المسلحة لحزب الإصلاح. طبعا كان يعتقدون بأن عمران هي ستكون نهاية تواجد الحوثي، بأن الحوثي سيقضي على اللواء 310 ويقدم الولاء لعبد الرحمن منصور هذه، لكن مخطط الحوثي كان أكبر. فعندما الأخ فخامة الأخ الرئيس عبد الرحمن منصور قال الأمن والأمان حط في عمران، لا يحط في عمران، بل حط في القصر الجمهوري في صنعاء، ثم حط في البيضاء مباشرة، ثم حط في تعز، ثم حط، كان مخطط الحركة الحوثية أكبر وأوسع مما كانوا يتخيلون. حتى نعم. وربما هذا ما صدم دول الجوار حينها، لكن اسمح لي عند هذه النقاط يعني أسأل الأستاذ عبد الكريم عن رأيه حول ما. اسمح لي بس توضيح. نعم. اسمح لي بس توضيح بسيط لو سمحت. تفضل. يعني هل تتصوري أنه لم يحصل في الجيوش العالم أن يكون وزير الدفاع لهذا الجيش يقوم بدور وسيط بين لواء من ألوية من المفترض أنها تتبعه مباشرة وتتبع رئاسة الأركان ووزارة الدفاع، ويأخذ دور الوسيط بينها وبين ميليشيات مسلحة خارج إطار النظام والقانون، خارج إطار مؤسسات الدولة؟ هذه لم تحصل في أي دولة من دول العالم، أن وزير الدفاع يقوم بدور الوسيط بين قائد لواء وبين ميليشيات خارجية. كان من المفترض أن لا يتم التحاور مع ميليشيات خارج إطار مؤسسات الدولة وخارج عن إطار النظام والقانون، وكان المفروض أن الأخ وزير الدفاع يذهب إلى غرفة العمليات لا يذهب إلى عمران. نعم. ظلوا يتحاورون معهم في مؤتمر الحوار حتى آخر لحظة، وهي جماعة مسلحة وكانت ترتكب الجزء منها يشارك في طاولة الحوار والجزء الآخر يقوم ما يقوم به في دماج. أخطاء استراتيجية ارتكبوها الجميع. أنا أعتقد أن التخاذل وأن إيصال الميليشيات الحوثية التي ما كانت تحلم انها تتعدى دماج وصلت الى العاصمه صنعاء. إذن اسمح لي فقط حتى لا نقفز على النقاط التي ذكرتها سياده العميد، يعني اخذ راي الاستاذ عبد الكريم بما طرحته. تفضل استاذ. بحول ما طرحه العميد العمري في مساله ان كانت هناك مماحكات سياسيه هي ما ادت الى سقوط عمران، استغلها الحوثي بطريقه او باخرى. سنفترض صحة هذا الافتراض، سنفترض. من واجب الدولة الأساسي هي أن تمنع أي معارك بين أي أطراف سياسية في أي بلد، وأن تمنع استخدام القوة العسكرية بين هذه الأطراف، ومعروف أن الدولة هي الطرف الوحيد الذي يحتكر استخدام القوة واستخدام السلاح. نعم. وبالتالي سنفترض أنه فعلا كان هناك طرفان مسلحان وهم غير تابع للدولة، كان هنا يجب على الدولة أن تضرب بيد من الحديد الطرفان، يعني إذا كان هناك فعلا دولة وتعرف واجباتها الدستورية والقانونية. طبعا الموضوع لم يكن كذلك للأسف الشديد، كان موضوع مرتب متآمر عليه مسبقا، وحتى ليس داخليا فقط، يعني بالنسبة للحوثي كان ترتيب إقليمي برضا إقليمي، كان له سقف محدد مرسوم. المشكلة عندما طبعا تدخلوا فقط هو لأنه تجاوز السقف المرسوم، ولكن كانت يعني هي مؤامرة كبيرة، يعني اشترك فيها عدد كبير جدا من القيادات السياسية وعلى أعلى المستويات، ورتبت للحوثي أمر الدخول. بقية الكلام هو فقط مبررات كانت للناس لكي يقتنعوا أنه فعلا نريد فقط الإصلاح، نريد فقط جامعة الإيمان، نريد فقط القشيبين، نريد مثل هذا الكلام الذي كان يسوقوه ويروجوه الحوثيين وآلتهم الإعلامية لكي يبرروا للناس اعتداءهم على الدولة وعلى مؤسساتها وعلى قتلهم لجنود الدولة ونهب المعسكرات والدبابات وكل شيء. فيجب ألا نخلط الآن بعد 5 سنوات، يعني هذه في وقتها ربما كانت تمشي لكن الآن لم تعد، لأنها اتضحت الحقيقة واتضحت نواياها وأصبح كل شيء على يعني على الطاولة ومكشوف. نعم. إذن سيادة العميد، يعني
بحسب ما طرح الأستاذ عبد الكريم أنه افتراضا لو كانت هناك مماحكات بين أحزاب، ألا يفترض أن تكون الدولة خارج هذه المماحكات وهي من تضرب يد من حديد؟ يعني والتساؤل يعني إلا إذا كان قيادة الدولة ممثلة برئيسها ووزير دفاعها داخل هذه الصراعات. أختي آسيا، مع احترامي لمعالي الأستاذ عبد الكريم الأسلمي، هو يتكلم عن دولة غير موجودة، لم تكن هناك دولة في هذه الفترة، لم يكن عبد الرب المنصور هادي يملك قرار الجيش في يده، ولذلك عندما أتوا الحوثيين ووصلوا إلى القصر الجمهوري مش معقول أن عبد الرب المنصور يكون قائد على القوات المسلحة ولا يستطيع أن يحمي بيته الذي يسكنه. إذا كان هناك دولة لنفترض أن عبد الرب المنصور دخل معاهم في المعامرة، أو كما تسمونها خيانة، أنا لا أسميها خيانة، أسميها تخاذل وتهاون. يعني لو عبد الرب المنصور دخل معاهم، هل كان سيتآمر على نفسه في القصر الجمهوري عندما دخلت إليه الميليشيات الحوثية وحاصروا في منزله؟ لم يكن يملك من الأمر شيء، كان يمكن يمتلك على أكبر حد لواء واحد. لكن ألم يفكك الجيش حينها وعمل تغييرات معينة واستطاع أن يعني؟ نعم، اسمحي لي أوضح لك نعم. الفكرة أنه ما تم من ما سمي بهيكلة الجيش، الهيكلة هذه لم تكن مدروسة دراسة عسكرية ودراسة مهنية، وهذه دمرت ما كان يسمى بالجيش. اولا انا اقول لك وجهه نظري الشخصيه، انه في اليمن من 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 اثنين من 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 26 سبتمبر وحتى اليوم لم يتحقق الهدف الذي ينص على بناء جيش قوي يمني. لا، حتى الان لم يوجد جيش وطني بمعايير وطنيه. كان هناك جيش نعم، ولكن كان ولاء ليس وطني، ولم يكن يعني بولاء مشكل من جميع فئات الشعب اليمني. فاصبح الجيش الرابع في المنطقة فصل من الحزاب، ولم يستطيع حتى يحمي عبد الرب المنصور في القصر الجمهوري، بل كانوا الألوية الحراسة التي كانت يسيطر عليها عبد الرب المنصور والتي كانت تأتمر بأمرته كانوا يتقاتلون مع الميليشيات الحوثية، وبقية الأسلحة التي هي أكثر من 30 أو 35 لواء محيطة بصنعاء لم تطلق طلقة واحدة. أليس هذا هو رئيس الجمهوري؟ أليس هذا هو القائد الأعلى للقوات المسلحة؟ أليست هذه الألوية المحيطة بصنعاء من المفترض أنها تتبع القائد الأعلى للقوات المسلحة؟ نعم. لكن إن ولاءها لم يكن ولاء وطنيا، ولم يكن ولاء مؤسساتيا، كان ولاء مناطقيا وولاء للأسرة، وهذا كل واحد يعرفه. نعم. إذن نحن نقول بأن الجيش اليمني حتى الآن ما يحصل، أنا أقولها يعني للأجيال وللتاريخ، أن حتى الآن في الأثناء هذه ما يتم بناءه سواء في مارب أو في عدن لا يمت بصله إلى بناء الجيوش الوطنية والمعايير التي تبنى فيها الجيوش الوطنية. هي قوات مسلحة بولاءات حزبية، بولاءات أجنحة مسلحة، بولاءات مناطقية، بولاءات مشيخية، إلا أنها تقاتل في الصفوف الشرعية، وهذا ما أخر الحسم العسكري. كون من هم اليوم موجودين ويدعون أنهم يمثلون جيش وطني لليمن في مارب وفي غير مارب، هؤلاء ينظرون إلى المعركة بمنظور حزبي بحت، لم ينظروا إلى المعركة بمنظور عسكري بحت مهني. وإلا الميليشيات الحوثية اليوم هي في ضعيفة جدا وأوهن من بيت العنكبوت، وحسم المعركة قاب قوسين أو أدنى وأسهل مما كان عليه قبل 5 سنوات. لكن إن الضعف والبناء الخاطئ الذي تم بناء هذه القوات الشرعية التي أنا لا أعطيها حق أن تصبح جيش وطني تمثل الوطن من حيث بنائها ومعاييرها ومن حيث ولائها وعقيدتها العسكرية، لأن الجيوش لها عقيدة عسكرية ولها ولاء، لا يوجد هذا الولاء الوطني ولا يوجد هذا العقيدة العسكرية. نعم. فنرى أن الولاء الحزبي طغى على المشهد سواء في مارب أو في المحافظات المحررة في الجنوب، هناك ولاءات خارجية وميليشيات لا تختلف كثيرا عن ميليشيات الحوثية إطلاقا، بل إن الميليشيات الحوثية لها رأس واحد ولها عقيدة واحدة ولها توجه واحد. نعم. إذن في الطرف الآخر وصلت الفكرة سيادة العميد. شكرا جزيلا لك العميد حسين العمري الخبير العسكري، كنت معنا عبر الهاتف من برلين. ما رأيك أستاذ عبد الكريم؟ في السابق لم يكن لدينا جيش وطني، كان جيش لديه ولاءاته المناطقية ولاءاته القبلية، لم يكن يعني
ليس أهمه الوطن أولا. يوصف سيادة العميد بأن الجيش الوطني أيضا على نفس النسق ونفس التشكيلة سواء الموجود في مأرب أو الموجود في الجنوب. الحقيقة أن المشكلة في الجيش اليمني كانت موجودة، لكن لا يمكن التعميم بأن الجيش اليمني لم يكن جيش وطني بصفة عامة. كان هناك في الجيش اليمني بناء على أسس قبلية وعلى أسس مناطقية وأسس شخصية، وكان هناك أيضا فيه في الجيش اليمني وطنيين لا نستطيع أن نظلمهم، وقد ظهرت هذه الحقيقة عند في ثورة 2011. جزء من الجيش الوطني أعلن ولاءه وانضمامه للشعب ودعم الثورة ووقف معه وحماه، وعدد كبير من الجيش اليمني يعني وأظهر وطنية يعني معتبرة ومحترمة يعني، ولا بالتالي لا نستطيع أن نقول أن الجيش اليمني كله كان مبني على أسس أو ولاء لل، لكن كان هناك جزء مهم أيضا ولاء حقيقة شخصي يعني للرئيس السابق وقبيلته. ما أعرفه ومتأكد منه تماما أن القصور لم يكن من الجيش الوطني إطلاقا من الجيش، رغم ضعف الجيش ورغم وجود انقسامات ورغم الولاءات المتعددة، كان هناك تيار قوي جدا في الجيش يرغب في مواجهة الحوثيين وعنده القدرة وعنده الاستعداد، لكن من خذله هي قيادته، لم تعطيه الأوامر. قرار عسكري أنا أعرف تماما أن هناك قادة عسكريين وقادة ألوية حاولوا الاتصال بالقائد الأعلى مرارا وتكرارا ولم يجيب على أحد، يريدون فقط التوجيه، يريدون الأمر، يريدون الغطاء، لأنه لا يستطيع أن يقاتل بدون قائده، ولم يقبل من أحد ولم يجوب على أحد. حتى القادة الأمنيين نفس الكلام، كانوا يتصلون ولا أحد يرد عليهم، سواء غرفة العمليات سواء قيادتهم العليا، وبالتالي هنا الخذلان كان من القيادة وليس منهم. رغم الخلاصة أنه رغم كل مشاكل الجيش والأمن يعني المعروفة، لكن كان هناك ما زالت عناصر وطنية وعندها القدرة وعندها الاستعداد وحاولت أن تعمل شيء، لكن القيادة خذلتها وهذه الحقيقة يعني. نعم، حتى الشعب يعني وهو قوة أيضا لا يستهان بها كان ينتظر القائد الذي أو يعني على الأقل خطاب لكشف ما يحدث. نعم. إذن منذ تولي هذه حتى اللحظة يقال بأنه لم يستلم عمليا دولة، استلم فقط علم ولم يستلم دولة، لم يكن بيده عمل شيء في ظل وجود يعني المؤتمر وأتباع الرئيس علي عبد الله صالح والذين كانوا مسؤولين على مفاصل الدولة فعليا وصنعوا ما صنعوا من أحداث. هل يعني فعلا هذا ما كان يحدث؟ لا شك أن النظام السابق وأنصار النظام السابق كانوا موجودين ومتغلغلين بقوة في مفاصل الدولة، ولكن لا يعني هذا مبرر للقيادة الحالية ألا تقوم بدورها. نحن نعرف أن شرعية أي زعيم أو قائد تنبع تقريبا من 3 عناصر: الأول الاختيار الشعبي، والثاني الالتزام بالدستور، والثالث القيام بمهامه وواجباته. تحققت هذه العنصر الأول الاختيار الشعبي، نأتي للعنصرين الآخرين لا نجدهم يعني. عندما اشتغلت القيادة السياسية بعد ما وصلنا إلى المبادرة الخليجية لم يكن هناك أي التزام بالدستور والقانون، لم يكن هناك أي التزام بالواجبات الدستورية، التزم بواجباتك وبعدين حاسب الناس يعني. لكن أنا أغلق على نفسي ولا أقابل أحد ولا أجتمع مع أحد ولا أقوم بأي دور وأتهم الآخرين أنهم لا يستمعون لي ولا يعني ومعارضين لي أو ليس لي أي سلطة عليهم بأنه أنا لم أستلم أي دولة. قم بواجبك والناس معك، لكن أن تقصر في واجباتك ولا تقوم بأي شيء ثم تتهم الآخرين بالتقصير هذا غير صحيح. نعم. إذن منذ 2 سنين تقريبا والمشهد في اليمن اختلف نوعا ما مع العاصفة، ظن اليمنيون أن الجوار بدأ فعلا بمحاولة الإنقاذ وتصحيح مساره في اليمن، ولكن لم يظهر ذلك، ورأى اليمنيون أن التحالف يقوم بانقلابات أخرى يعني بجانب الانقلاب سواء في الجنوب أو سقطرة أو غيرها. يعني هناك من يتساءل ألم تتعلم الرياض وأبو ظبي من الدرس السابق حينما تغول عليهم الحوثي وقفز على ربما الخطة المرسومة آنذاك، لم تتعلم من أحداث تاريخ قريب؟ هذا السؤال يصبح في مكانه إذا تكلمنا في أن الافتراض يكون أنه فعلا الرياض وأبو ظبي تدخلوا فعلا من أجل الشرعية وإعادة الشرعية ومن أجل مساعدة اليمن
وبأنهم قطعوا شوط في هذا ثم غيروا، لكن أنا وجهة نظري من البداية أنهم تدخلوا لتحقيق أهداف ذاتية، لتحقيق استراتيجيتهم، كل له استراتيجيته الخاصة. في الثلاث السنوات الأولى يعني أنجزوا إلى حد كبير، استطاعوا أن يعني يقضوا على عدد كبير جدا مثلا من السلاح الذي كان بيد الجيش اليمني السابق، دمروا جميع المنشآت العسكرية، ضربوا كثير من الخدمات والبنية التحتية لليمن. خلال هذه الفترة بدأوا بزرع جيوش تابعة لهم وليست تابعة للشرعية، على شكل أحزمة أمنية ونخب وألوية عسكرية، حتى في مناطق أخرى أنشأوا في الساحل ولا حتى في صعدة ألوية تتبع لهم مباشرة ولا تتبع للشرعية. ابتدأوا يمنعوا الشرعية تماما من العودة إلى اليمن، سواء رئيسا أو حكومة، وانتهى الأمر أيضا بمجلس النواب، وهناك رفض قاطع بأن يعقد أي اجتماع الآن في اليمن، سمحوا بجلسة واحدة في سيئون، والآن الموضوع متوقف. وبالتالي واضح أن التحالف سائر في اتجاه تحقيق أهدافه ومصالحه الخاصة البعيدة تماما عن الأهداف المعلنة، والبعيدة تماما عن مصالح الشعب اليمني وما يريده الشعب. نعم، ربما تحدث في بداية الحلقة أستاذ عبد الكريم بأن لا السعودية ولا الإمارات تريد لليمن أن تكون دولة قوية، وهي تنظر إليه من باب البلد المنافس أو حتى العدو. هناك من يقرأ الأمر بصورة مختلفة، تدخل التحالف بأنه إرادة كانت حقيقية لتدمير الجيش وإمكانياته، سواء الأسلحة يعني المعسكرات التي كانت موجودة، وتفكيك الجيش بهذا الشكل وانهياره. هل يعقل أن يكون أيضا هذا من أحد الأهداف، خاصة وأن الجيش الوطني لم يتم تسليحه بأي سلاح ثقيل؟ هذا بالنسبة لي شيء مؤكد ومحسوم، أنه من أحد أهم أهداف التحالف هو القضاء على أي سلاح ثقيل في اليمن مع أي طرف كان، سواء مع الشرعية أو مع أي جماعة أخرى، والاكتفاء بالتسليح الخفيف حتى يظل البلد كيمن كيان ضعيف يسهل التدخل فيه في أي لحظة. أنا سأذكر حادثة رواها لي أحد قادة الألوية في مأرب، أنهم استدعوا للتنسيق من أجل التقدم مع قيادة العمليات المشتركة، فقالوا نريد كذا 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 من الأسلحة، فنظر ممثل التحالف إليه قال هذه طلبات جيش نظامي، فذهل القائد. طيب قال له احنا ايش يعني؟ قال له لا نستطيع ان نعطيكم هذه الطلبات لانها طلبات هذا جيش نظامي. طيب هذا هو الجيش الوطني، وفعلا يعني رفضوا رفض قاطع، قالوا لهم هذا الطلب لا يمكن ان نعطيكم، ويعطيهم شيء بسيط جدا يعني من السلاح الخفيف والذخيرة البسيطة، وحقيقة التي لا تصمد في أبسط مواجهة. معظم الأحيان عندما يتقدم الجيش الوطني يضطر قادتهم إلى التدين دين يعني لشراء الذخيرة، ونعرف أن المرحوم الشدادي رحمة الله عليه استشهد وعليه دين مبلغ كبير جدا كان يستلفه من أجل شراء الذخيرة للمعسكر. وبالتالي التحالف له أهداف موضحة واضحة جدا ومرسومة لا تخفى على أحد يعمل على تحقيقها. أنا حقيقة للأمانة لا ألوم التحالف في النهاية، لا ألومه. لماذا؟ هذه دول لها مصالحها، لها مصالحها وتسعى إلى تحقيقها، عندها سياسات. أنا ألوم نفسي وألوم قيادتي وألوم من أتبع له. لماذا يستسلم لهذا؟ لماذا لا يضع لنفسه يعني نفسه في مكان يعني المسؤولية التي وضع الناس فيها ويقوم بواجبه؟ هذا هو الإشكال. أما أني ألوم الآخرين لتحقيق مصالحهم الاستراتيجية، هم يخافون من الشعب اليمني، هذا طبيعي. شعب يمني شعب معروف، شعب حضارة، شعب له يعني ضارب في التاريخ، ومن حقهم يخافوا منه يعني، وله إمكانيات غير عادية. لو أتيحت له فرصة الاستقرار والبناء سيكون بلد قوي،
وبالتالي يعني يخافوا منه. أنا أرى شيء طبيعي يعني في النهاية يعني سنتصارع مع عدو، لكن اللوم الحقيقي علينا نحن، لماذا لا نستسلم؟ يعني حقيقة للأسف الشديد ما أراه يعني من النخبة السياسية بالذات اليمنية بصفة عامة، يعني دعينا من القيادة العليا التي منبطحة تماما، أيضا حتى قادة الأحزاب شخصيات مشايخ مرتمين تماما في أحضان التحالف، يسعون إلى تحقيق مصالح شخصية ذاتية على حساب الوطن يعني صحيح. وبالتالي إحنا نعيش في نكبة حقيقية. أنا دائما أرى أن الحوثي من أكبر النكبات التي ابتليت بها اليمن، ومكرة الأشقاء والتحالف نكبة أخرى، ونكبة المجتمع الدولي نكبة، لكن أنا أقول دائما النكبة الأكبر قيادتنا ونحن، ونحن أيضا هذه هي نكبتنا الكبرى. إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الكريم الإسلامي عضو مجلس النواب، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.